رسالة الظواهر الجديدة تأتي بالتزامن مع إصرار أبو محمد الجولاني على المضي قدما بأجندته الخاصة في سوريا، مطلقا الرسائل وكاشفا عن وجهه في أرض الميدان، محاولا أن نأي بنفسه عن أي التزامات أو قيود مرتبطة بالقاعدة، وهو ما يضع الجانبين أي القاعدة والنصرة في مرتبة تدمير قاعدتهما. مفتي القاعدة سابقا محفوظ ولد الوالد أبو حفص الموريتاني علق في مقابلة خاصة لأخبار الآن على حيثيات التوتر بين النصرة والقاعدة، كاشفا عن خلاف فكري ومنهجي ينبع بالأساس من قضية البيعة السرية. المراقب لمسيرة العلاقة بين تنظيم القاعدة وبين هيئة تحرير الشام حاليا، جبهة تحرير الشام سابقا، جبهة النصرة قبل ذلك، يدرك أن هنالك الآن خلافا حقيقيا بين الطرفين، خلاف له تجليات فكرية منهجية وله تجليات في الرؤية المحلية والسياسية وله تجليات في الناحية التنظيم. فمن حيث المرجعية الشرعية والمنهجية الفكرية، جبهة تحرير الشام تتهم عناصر القاعدة الموجودين في سوريا بأن لهم مرجعية عندها نوع من الغلو ونوع من التشدد ونوع من التكفير المبطن في حق خصومه، وأن هذه المرجعية هي نفسها التي أنتجت وأخرجت من قبل غلاة تنظيم الدولة، وأن هؤلاء على الطريق ما دامت لهم نفس المرجعية ونفس الأشخاص الذين يرجعون إليهم. قضية البيعة السرية كانت مرحلة من المراحل، يعني لما أرادوا الانفصال عن القاعدة الأم حصلوا الإذن في ذلك من النائب الأول للدكتور أيمن اللي هو الشيخ أبو الخير رحمة الله عليه، كان في سوريا في ذلك الوقت، وأرادوا أن يتخلصوا من البيعة في الشكل الظاهري، حصلوا الإذن على ذلك واحتفظوا، هذا علمناها فيما بعد من خلال كلامهم الذي قالوا أنهم حافظوا على بيعة سرية. هذه البيعة السرية رفضها الدكتور أيمن، فصار الآن لا بيعة علنية ولا بيعة سرية، يعني هيئة تحرير الشام الآن تعتبر نفسها مستقلة وغير مرتبطة بأي بيعة بالقاعدة، وهذا ما ترفضه القاعدة له. الذي أراه والله أعلم أن هنالك خلافا في وجهات النظر وخلاف حقيقي في أمور أساسية بين الجبهة وبين القاعدة. هذا الخلاف كانت جبهة تحرير الشام لا تريد إعلانه ولا تريد الصراحة في نقد القاعدة لعدة أسباب. السبب الأول أن معظم عناصرها، بل يعني نسبة كبيرة من عناصرها، هي عناصر أصلاً انضمت إليها بناء على أنها تمثل القاعدة، وبالتالي أي نقد صريح وأي مواجهة مع القاعدة قد يهدد كيان الجبهة نفسها.